اوكي، هلا والله بالجيمر ستايتش جيمر صار معاكم، جيتكم مرة تانية. فاليوم جبت لكم لعبة سكور هيرو. اوكي، فخلنا نبدأ. طبعا انا بالمرحلة 15. يلا يا كبير. طبعا دي لعبة جدا ممتعة، اليوم حملتها وبصراحة مستمتع مرة فيها. يلا يلا يا كبير، شوت هنا بسرعة بسرعة بسرعة، يلا الحارس حتدخل. لا يا شيخ لا، مش كي انا افضل دولاراتي، ما عنديش ولا دولار، حجمع عشان ابغى كده اغير شخصيتي. تقدر تغير شخصيتك؟ تقدر تغير شخصيتك في المتجر، تغير شكلك وكذا الحركات، لكن ما ادري كيف تغير فريقك. يلا لا ما يصير الا هنا. طيب اشوت هنا. لا يا شيخ لا يا شيخ. طيب اشوت هذه هنا، نشوف يطرق مختصر، بعدين بشوتها هنا، شوتها هنا، خد خدها. اوه لا 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 لا. اوكي، فري فري، حلو حلو حلو، عندي محاولة مجانية، حلو حلو نايس يا كبير. جول حلو. اوكي شوت هنا هنا. لا يا شيخ. طيب عادي، لا ليش عادي، شوتها هنا. اوكي شوتها هنا. شوتها هنا شيخ. والله مرة ذي المرحلة أنا عالق فيها المشكلة. إنت معكم لايك، أوكي؟ إذا فزتها لازم تحطولي زر اللايك. أوه جول جول، لسه لسه ما فزت المرحلة. إذا فزت حتعطوني لايك. ترى هذا تحدي، ترى هذا تحدي. عالق فيها عالق فيها، إن شاء الله ما يتم الدعس. شوت بسرعة 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 يا ولد. ايوه شوت هنا، والله كانت قريبة. قول لا. اوكي بسرعة جريت. طيب شوتها هي كذا. لا يا شيخ والله مرة صعبة، مرة صعبة دي المرحلة يا اللي عالق فيها. حشوت هنا هذه المرة، حسوي حركات بهلوانية شوية. الحركات البهلوانية. الله يفتح. طيب الطريق المختصر اختصار. اوكي شوت. يا حبيبي لا، انا عالق فيها. لا ما حشوتها هنا، لا لا مو هنا. نشوف وين شوطتها الغبي. شوت اوكي هنا، لوف يا كبير، بعدين شوت. اوكي لوف 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 لوف. شوت هنا، لا تقول لا تقول. اوكي فري 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 فري، لا تقول. يس يس، لسه لسه باقي باقي مشوار. بشوت هنا ذا، بشوت هنا ذا، شوت هنا. يس جول. هذه بلاك، هذه بلاك. وش صار؟ لكن مالي شغل، لازم تنزلوا
لازم تنزلوا تحت وتحطوا لي لايك. هذا هو التحدي علي وهذا هو التحدي عليكم. طبعا النهاية هي المرحلة 20، فإذا تبون اللعب سلسلة بالقناة وصلوا هذا المقطع 3 لايكات. اوكي 3 لايكات مو مرة. شو لا ليش حدي طريقة سوي زي كذا بعدين شوت هنا. حلو حلو شوت هذا بعدين بسرعة شوت. لا 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 هذا شوت هذا كذا. يس اوكي باقي مشوار المشوار. كيف شوتها هنا بسرعة خدها يا الحمار خدها خد لا خد 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 يلا يلا امشي يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. ووو خد 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 جول جول جولين. لسه باقي لسه باقي شوت. خذ يا ولد صاحبي مستعيب. يا الله اوكي هنا شيخ كيف دي المرحلة بعد صعبة. وش صار؟ اوكي خلصت قلوبي. لازم اشي بعد اجي اشي اجي بعد 9 دقايق قصدي 10 دقايق. طيب وهنا تغير شخصيتك طبعا تغير رقمك. طبعا انا الرقم ده اسمي باللعبة اللي هو دراجون فاير او تنين النار. اوكي هنا الشعر تغير الدولارات تلون شعرك هنا تلون شعر زي شايب. هنا الملابس انا اخترت طبعا كذا اكون لكن خلنا نغيرها اختار اني اكون كذا. هنا تغير تلون الجزمة حقتك هنا اللحية فوق شوارب الدم. لا لا وجهتكم اياها وجهتكم الدم يا ولادي. وبس كان هو عندنا اليوم. واذا تبون اللعبة سلسلة بالقناة وصلوا هذا الفيديو زي ما قلت لكم 3 لايكات. فبس اتمنى تسوي لايك واشترك اذا ما تشترك بالقناة. فعل زر الاشعارات عشان تجيك المقاطع من اول ما انزلها وتكون من اول المشاهدين. وبس مع السلامة.